الشوط الرابع الكرة الأولى جميل الفلبيني ينجح عباس استقبال حاضر من عيسى حلوه من الفلبيني تاتي بالجديد اوه جاب له واحده حلوه جاب فنيه من بني جمره عن طريق اللاعب استغلال تعود محمود حسن الضرب من مركز اربعه قبل اوه من سيسا بن راشد ذكرت الطائره شوف 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 للجد لفريق نادي بني جمره شوف هل يستفيد هل يستغل يا سلام داخل أرضية الملعب.